سلام بيتزا بزاف بنينه وتجي كيما تاع برا. عندنا كيله تاع فرينه، مغرف صغيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع خميره الخبز، مغرف صغيره تاع الزيت وشويه ملح. نبسوها مليح 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 ونزيدوا الحليب بالتدريج، الحليب يكون دافي. هنا هاد الكونتيتي دارت لي خبزه واحده نتاع بيتزا. تبغوا تضعفوا المقادير ضعفوا المقادير. هنا نعجنوها واحد جوج دقائق هكا حتى تحصلوا على اون بات تكون طريه. ندهنوها شويه بالزيت كيما هاكم، خلوها تخمر واحد الساعه لساعتين. هنايا لاصوص طوماط، عندنا زوج حبات طوماطيس، فلفل كحل، زوج سناني تاع ثوم، فلفل عكري، ومغرف صغيره تاع طوماطيس كونسونطري، شويه ماء وشويه ملح. خلطوا مليح على نار هاديه حتى تتقل لنا لاصوص طوماط تاعنا. هايدي وجدت لنا هنايا نفاصونوا البيتزا تاعنا. نحلوا لاباط السمك اللي تبغوه نتوما، نديروا طوماطيس لاصوص ونزيدوا الفرماج. هنا فرماج، درت فرماج رابي هذاك تاع ديميل، ودرت ثاني تاع الكوده، وهنا درت الكفته ودرت ثاني الزيتون. هنايا كيفاش طيبوها؟ تكونوا محاميين الفور بزاف 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 وديروها في الوسط 10 دقائق تكون طايبه. هاي دي البيتزا تاعنا وجدت، جات بزاف بنينه، شهيتكم في الجنه خواتاتي. شوفوا كيفاش جات، ان شاء الله تعجبكم لا ريسيت. اكسبلور، جيم، كومونتير، وابوني. باي.